إلى أي حد يمكن إجبار المصارف على التزود بالمال الاحتياطي تجنبا لأي أزمة مالية؟ سؤال تردده أودري تيلف من يورونيوز، وتشير إلى أنه في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الثلاثاء، بريطانيا أيدت قرارات الأكثرية وصدرت قرارات موحدة. وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أجمعوا هذا الثلاثاء على التدابير الآيلة إلى تدعيم رسملة المصارف من أجل احتواء الأزمات وتفادي تعرض بلدان الاتحاد لخضات مالية في المستقبل. وفود كثيرة نبهت إلى نتائج قرار بلد واحد، فهو يؤثر على باقي البلدان. يقول المفوض الأوروبي لشؤون الأسواق الداخلية ميشيل بارني إن زيادة رأس المال الوقائي في بعض المصارف يمكن أن يؤدي إلى تدني القروض الاقتصادية للشركات في البلدان المجاورة. الرئاسة الدنماركية لمجلس وزراء ماليات الاتحاد الأوروبي اقترحت النص الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع. أندرس بورغ وزير مالية السويد صرح اليورو نيوز إما أن تحتاط المصارف من فوائد أموال المدخرين أو تلجأ إلى رأس المال الكبير، وهو الأمر الأجدى. الاتفاق الذي أقر هذا الثلاثاء ستلتزم به المصارف الأوروبية اعتبارا من مطلع العام المقبل.